اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. وصل الامر في الصراع اللي نشهده من فتره طويله، يعني بين ما يسمى التيار الصدري وجماعه الاطار التنسيقي، الى ان كل جهه توصلت الى اشبه بناطق يتحدث باسمها. مثل مال التيار الصدري، يعني هناك محمد صالح العراقي الذي يسمي نفسه بوزير الصدر، خرج علينا الإطار التنسيقي اللي هي هذه الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران، أيضا بوزير سموه وزير الإطار، وكلاهما ينشرون تغريدات على التويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه التغريدات أو في هذه الرسائل شتائم وتهديدات ومناكفات وادعاءات ونصائح وطبعا التهديدات مبطنة ومكشوفة، وآخرها يعني هو اللي نتحدث عنه اليوم، خرج علينا ما يسمى بوزير الإطار التنسيقي، وقال في يعني رسالة للجميع، هو يقصد بها تيار الصدري، قال هناك ثلاثة نقاط أساسية جعلت الإطار ناجحا. ما هي هذه النقاط الأساسية؟ قال يعني تلخص نجاح الإطار التنسيقي في ثلاثة عوامل رئيسية، هي أولا وضوح الموقف، وثانيا مثل ما قالها سأقولها الحنكة السياسية، والثالث القوة، وراح يفسر بهذا الموضوع. قال الأولى يعني مثل ضامن للقوة السياسية على ثبات للموقف والكلمة، عكس الآخر الذي عرف بتناقضاته. نعم، تيار الصدري مقتدى الصدر يعني كل يوم برأي، وتناقضات كبيرة وخسرت الكثير، لكن هل هذا يدل على أنه يعني هذا الذي حدث أنه تكون موقف ثابت، أنه هذه الميليشيات الولائية، هذه الميليشيات الإيرانية وأحزابها وقواها عندها موقف ثابت وعندها كلمة تحترمها وما عندهم تناقضات؟ هؤلاء مثل الباقين، مثل كل هذه القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هم أساس كل التناقضات، هم أساس كل الفوضى، هم أساس كل الخراب، هم أساس نقض كل الوعود وكل الادعاءات. يعني كم وعدوا العراقيين بالأمن والأمان والديمقراطية والراحة والاستقلال والسيادة وكل شيء، كل شيء، والمظلومية يرفعوها عن الناس ويعيدون العراق إلى وجهه الحقيقي، وماذا حصل؟ هذه ليست وعود، يعني أنتم تتناكفون بيناتكم وبينكم وبين الآخرين اللي يشبهونكم، هناك صراعات على المراكز وعلى المكاسب، وبالتالي تسمون هذه مواقف ومواقف وطنية وقومية وثابتة وعززت موقفكم. الشغلة الثانية قال الحنكة السياسية، الله أكبر، لو كانت لديكم حنكة سياسية لما وصل العراق إلى هذا المستوى، ما أنتم تحكمون العراق منذ 2003 لحد الآن، كل هاي ميليشياتكم وأحزابكم هي التي تحكم العراق، وين الحنكة السياسية التي تتحدثون عنها واللي وصلت العراق إلى قعر الهاوية؟ وصلنا إلى كل هذه الأزمات وكل هذه الفوضى وكل هذا الخراب وكل هذه ضياع السيادة والاستقلال وضياع الأموال والفساد والخراب، وين الحنكة السياسية؟ كذبة كبيرة. اللي قطعت الطريق هذه الحنكة السياسية عمل المتربصين والساعين لإقصاء المكون الشيعي. من يريد أن يقصى المكون الشيعي؟ ما أنتم من جهته وبريمر وياكم، الامريكان وياكم، وجابوكم وقالوا لكم نسب اكبر ونسب اكبر، المكون الاكبر والمكون الاصغر ونسب، وسؤالكم مجلس الحكم وقلتوا ان الحكم انه يلا تفضلوا هاي الساحه لكم، وماذا فعلتم خلال 20 سنه؟ ومن يريد ان
يعني إقصاء المكون الشيعي، ما الطرف الآخر أيضا شيعي، صراعكم على المكاسب وعلى الكراسي وعلى المكتسبات وعلى المساحات ليس أكثر. شو المكون الشيعي؟ لو كنتم تهتمون للمكون الشيعي ما كان حال الشيعة العراقيين في كل محافظات الجنوب من البصرة إلى بغداد وكلها بدون استثناء في أسوأ حال، وما شهدوه خلال 20 سنة من ظلم وقهر واستبداد وضياع للحقوق وضياع للاتجاه وضياع لكل شيء للحاضر والمستقبل لم يشهدوا في تاريخ العراق كله. هذا واقع الحال في ظل أنتم ما جئتم به، في ظل أحزابكم اللي يسموها الأحزاب الشيعية والمكون الشيعي والبيت الشيعي، ما هو دمرهم وسرقهم وأذاهم وقتل أولادهم وطلعوا ثورة تشرين، قتلهم بالشوارع وقال عنهم أولاد سفارات وما أعرف منو وشتم أمهاتهم وآبائهم وعوائلهم وتربيتهم بهذه الطريقة، وجرح 30,000 واحد منهم وقتل 1,000 واحد منهم. ما هذا الواقع الحال؟ فوين هذا المكون الشيعي اللي أنتم يعني خايفين لا يقصى؟ هذا المكون الشيعي، هذه أحزابكم، هذه الشيعة ما لهم علاقة بكم، الشيعة براء منكم. هؤلاء يعني يعرفونكم، لذلك حرقوا مقراتكم، حرقوا مقرات أحزابكم وميليشياتكم وطردوكم من كل محافظاتهم. هذا واقع الحال، لكن تعودون بالرصاص والقوة والميليشيات. الثالث يقول، ويقصد القوة طبعا، هو القوة الثالثة، قال هو الذي يعني القوة، هذا عامل القوة، هو الذي قلب الموازين عندما ظن الآخر متوهم أنه يستطيع تغيير الأمور بانقلاب مسلح. القوة على من؟ القوة على الشعب، هذا الشعب تستقون عليه بالسلاح والميليشيات والقتل والغدر والاستبداد، هذه القوة تعتبرون هذه القوة؟ القوة مفهوم متغير، والقوة فيها عوامل لا تمتلكونها. ما تمتلكونه من سلاح وميليشيات وعصابات ومرتزقة هذا لا يسمى قوة، هذا استبداد، هذا فوضى، وستأتي في يوم من الأيام قوة تزيحكم وتسحقكم في الأرض. وأقصد هذه القوة قوة هذا الشعب، القوة في قوة الشعب، في استعداد. متى تقولون نحن لدينا قوة؟ عندما الشعب يؤمن بكم، عندما الشعب يحميكم، عندما يريدكم، عندما يقاتل من أجلكم. هذه القوة، هذا الشعب متبري منكم، يخرج ضدكم في كل الميادين، تقتلوه بالشوارع. وين القوة؟ القوة هي هذا السلاح والسرقة والقدرة على السرقة والقدرة على سحب الناس من بيوتها ليلا ونهارا ومن الشوارع وزتهم بالسجون وتعذيبهم وقتلهم والمقابر الجماعية. وهذا هي هذه القوة، هذا مفهوم القوة، هذا مو مفهوم القوة، هذا مفهوم الضعف، هذا مفهوم الخوار. لذلك كل ما تتحدثون به خراب. لذلك خلال الأسبوع الماضي أيضا قال هو هذا وزير الإطار أو بيان عن الإطار التنسيقي، قال نحن نتمسك بالخيار الدستوري. أي دستور؟ ما هو الدستور هو الذي دمر العراق، ولا خيار دستوري. ما أنتم تمسحون بهذا الدستور أحذيتكم إذا ما تعارض مع مطامحكم ومطالبكم ومكاسبكم، عندما تحتاجونه تضعونه على الرؤوس ولا أحد يمسه. وإحنا نتمسك بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات بعد خلق المناخات المناسبة وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية للعمل. أي حكومة كاملة الصلاحيات؟ وما شكل هذه الحكومة؟ أي الحكومة اللي تابعة لكم وميليشيات وتأتمر بأمركم؟ ما كانت حكومة موجودة كل الحكومات. أنتم يعني تريدون أن تحكموا بشكل مباشر العراق بالحديد والنار والسلاح والميليشيات والقتل ماذا؟ 20 سنة حكومات تابعة لكم وكامل الصلاحيات، ماذا فعلتم؟ وين وصلتوا العراق؟ وصلتوا إلى قعر الهاوية. واقع الحال هذا الذي تجرونه، يعني هذا الرسائل التي توصلونها، هذا الكلام الذي يخرج من أفواهكم، وزير الإطار التنسيقي وغير ذلك. هذا كل الشعب العراقي لم يعد يهتم له، ولا
يعني يحترمه ولا يحترم من يقوله. وستأتي الساعة اللي الشعب العراقي يكون قدرته ويعرف كيف يوجه قدراته وقوته لإزاحة كل هذا الذي يجري، لأنه هذا مرض سرطان. وجودكم سرطان واستمرار وجودكم في العراق سيدمر العراق، ودمر العراق وسيدمر العراق والعراقيين. وأهل العراق يستحقون كل خير، يستحقون حياة كريمة وحياة آمنة ومستقرة، وأنتم يعني منعتم عنهم كل ذلك. سيأتي اليوم الذي سيأخذون كل ذلك بأيديهم، وهذا اليوم قريب، وستعرفون عند ذلك معنى القوة. هذه القوة التي تتبجحون بها ستعرفون معنى القوة الحقيقية. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.